متخيلين انه حدا بيكره السبور كتير للعمى يعني يصير انستراكتور كمان. مرحبا واضح، اسمي زيزو عبد الله، عمري 34 سنة. اوش ما تخبروا حدا. من الضعف خلقت قوتي، لأنه شفت كان اللي حوالي عم ينظلموا وضعاف، من هون خلقت قوية، لهيك اسمي زيزو. أنا درست كذا شغلة بحياتي، عندي BA Applied for Languages and Translation مع دبلوماز بست لغات، عندي ماستر بهندسة اللغات، عندي IFPA Certified Personal Trainer، Certified CrossFit Trainer، Certified Life Coach. فهي الأشي بحبه، I just go for it. الكروسفيت هو فيك انت تكوني beginner, intermediate, advanced وتعملي، إذا كنت أثليت ولا منك أثليت فيك تعملي، كل شخص فيه يعمله. في أشخاص عمره 70 سنة بيعملوا كروسفيت يمكن أقوى منه. الكروسفيت بيجمع بين الكارديو، بين الويت ليفتنج، بين الجيمناستكس. لازم تكوني عندك موبيليتي، عندك ليونة، عندك مرونة، عندك رشاقة، عندك قوة، كلياتهم هو بيجمعهم الكروسفيت. الويت ترينينج هو عادة بيعمل ايزوليشن للمسلز، بينما الويت ليفتنج بتصيرك كلك قوية من فوق لتحت، which is great. يعني إذا حبينا نتخلص من الرجال تبعنا، بوم باي، الله معك. كل الاكسبيرينس اللي مرقت فيها عم تقويني هلأ للتارجت اللي حطيته قدامي اللي بدي أوصل له. هلأ في شيء عم حضر له كمان، هو مع منظمة خاصة باللايف كوتشينج والNLP، لأنه أنا درس لينغويستكس درس لايف كوتشينج، سهو مع بعض هن NLP. فلنشوف كيف فينا نساعد العالم يلي عم تطلع من تروما، يلي عم بتعرض لعنف معين. لو شو ما وقعته، لو شو ما صار معك، كوني قوى، حدا أذاكي، كوني قوية.